السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل متابعينا على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة على قناتنا على اليوتيوب. يسأل سائل انه شنو النظام الغذائي؟ اليوم انت اللاعب انقسمه ثلاث فئات، لاعب عنده نحو العام وزنه حتى مو اولمبي، وزنه 45 او 43 او 50 او 52، ونقول طوله 1.70 متر او 1.80 متر، هذا عنده نقص 20 كيلو يراد له زيادة وزن. يا ترى هذا هم يلتزم بالغذاء الصحي انه الشوفان او البوتيتا السلق او التمن المبزول، يعني كارب نظيف، او خبز شعير، او ياكل فقط صدر دجاج او سمك تونة او لحم عجل؟ هذا الاكل كله ما يخدمه نهائيا. هذا اللي يخدمه الاكل فول، انه البيض مقلي، الوجبات السريعة، البيبسي، الحلويات، السكريات بانواعها، الخبز، الصمون، ما عنده اي دايت نهائيا. شي عجبه ياكل، ياكل اكل بيه سعرات حراريه عاليه، بيه دهون عاليه، وايضا يحتاج الى مشهي اللي هو الجينسك، الاغذيه الرياضيه مالته ماس، الفول بيه بروتين وبيه دهون عاليه وبيه سكريات عاليه. يعتمد ايضا على دفع الاوزان الثقيله على مود يصعد وزنه وتتمرس عضلاته على الوزن. وطبعا الاوزان يدفعها تدريجيا، ما يقدر يدفع وزن الدمبل اصعب الخمسين، او ينزل تبني 180 كيلو، او بنج بريس 140 كيلو، ما يقدر هاي الاوزان، بس يوصلها تدريجيا ويحافظ على جسمه برباطات الايدي وايضا حزام الظهر على مود ما يتعرض للاصابه. فاللاعب اللي عنده نحو العام يراد له اكل فول، اوزان ثقيله، ويحتاج للاغذيه الرياضيه البروتين العالي بالدهون والبروتين والسكريات. يحتاج ايضا الباور، شراب الطاقه، او يحتاج البي سي اي والجلوتامين والكرياتين. كرياتين على مود يسرع البروتين للعضلات، سواء الكيميائي اللي هو تاخذه من الاغذيه الرياضيه، او الطبيعي تاخذه من فخذ الدجاج ولحم الغنم والسمك اذا مقلي، وكافه البروتينات والكربوهيدرات حتى المعقده على مود يصعد وزنه. احنا ما نريد نصعده بلك وشحوم، وانما لازم نراد له سعرات عاليه على مود يصعد وزنه. هسه نجي للاعب اللي هو متوسط البنيه، يعني لاعب وزنه 70 كيلو او طوله 1.80 متر، يعني راد له زياده 10 كيلوات، او حتى اذا وزنه 80 كيلو عنده طراوه، عنده ترهل شيء خفيف، عنده اسمر المعده، عنده جوانب، عنده اسمر الصدر، دهونه بسيطه، ويراد له شد. هو حتى اذا لاعب طوله 1.80 متر ووزنه 100 كيلو بس عضلات مو دهون، تلقى عضلاته مليانه وخشونه عنده بالاطراف، الساعد، الجولف، السكس باك، الدفه، التشيست، الكتف، الشولدر، الترايب زوز، بايسبس، ترايسبس، الخشنات عنده كلش، وعضلاته مفتوله، يعني بطل محترف. هذا اكو بروتين الخط الذهبي كيفن لوفرون، اللي هو الخط الذهبي يسمونه بروتين ماس، ضخامه عضليه بدون بولك، وهم يحتاج الباور ويحتاج ريكفري كامل، لان هذا لاعب شويه متطور مو مثل المبتدئ، يحتاج الاي اي اي اللي هو ريكفري كامل، عابر هو مرحله المشهي ما يحتاجه، لان جسمه معتدل ما عنده نحول، وايضا يحتاج الكرياتين، يحتاج الارجينين على مود يزيد عنده الباور، وشويه تبدي عنده اورده تبين على العضلات وتعطي انرجي عالي بدفع الاوزان. يحافظ على جسمه بالغذاء الصحي، بس ما عنده ميزان ويحسب سعرات، لان يعني هو اللي يصعد ضخامه عضليه، لان يعني جسمه معتدل. يعني البيض ما يتحكم 7 او 5، الشوفان مو الا 150 غرام او 200 غرام او 70 غرام، لا يقدر يزيد. الحليب
خالد جسم تمن مبزول بس ما حاسبه 200 غرام 300 غرام يقدر حتى يشبع بكل وجبات يقدر يزيد 6 وجبات 7 وجبات اللي يصعد ضخامه عضليه. ايضا البوتيتا السلك ما يحسب سعرات او يحسب بالميزان يصعد اللي يصعد ضخامه عضليه حتى بالليل يقدر يدخل كارب اللي هو التمن المبزول والبوتيتا السلك. وايضا هنا اللاعب ما دام متوسط البنيه ويريد يعد بطولات يلعب دور رئيسي السايكل مال الهرمون حتى الهرمون ماله يقدر ياخذ عضل صافي مو اعداد سباق وانما نسميه ضخامه عضليه. نجي للاعب اللي هو الاغلب اللي يروحون للقاعات يتمرن رشاقه بباله الرشاقه شلون هسه صاعد على هذا جهاز الجري او الارتكال او البايسكل او الدرج يختلف جهاز عن جهاز حرق السعرات الحراريه. هنا اللاعب عنده ترهل كلش كبير بالصدر جسمه نشاز عنده اسفل المعده نازله للمثانه عنده جوانبه صايره تشوب ذراعه بيه ترهل دواخر رجلينه بيها ترهل سمنته يستحي يلبس فانيله علاقه او يروح المسبح او ينزع هدومه يلبس مرات كورسيه فالينه بيها مشدات تشتش على مو يضيع العيوب اللي عنده سواء ولد او بنيه. هذا لازم يلتزم بحميه غذائيه ولازم يلتزم بالغذاء الصحي. اليوم من نقول له 4 بيضات وصفار 1 يعني احنا حافظين المقدار اللي يحتاجه جسمك بوجبه الفطور. ما عجبك البياض البيض تقدر تدخل جبن العرب الحلو الديلمه تقدر الكورن فليكس او الشوفان وحليب خالي الدسم صار عندك 3 انواع ريوق. ايضا عندك البروتين اللي يحتاجه جسمك بوجبه الغداء لحم العجل من لاعب للاعب وحسب جيناته نحدد الكميه اللي يحتاجها جسمه مثلا 200 غرام لحم عجل حب الظهر يعني مو لحم غنم لا بدون شحم سمك تونه سمك كارب مثلا 800 غرام لان سمك حتى الدهون مالته صحيه بها اوميجا 3 وايضا صدر الدجاج 400 غرام التمن المبزول بوتيتا سلك ثابت اكو لاعب يكتب له 300 غرام 200 غرام 150 غرام بس كمعدل مثلا لاعب وزنه 120 كيلو انا لازم اقلل له بالكارب 150 غرام كلش كافيه عليه. يحتاج البروكلي يحتاج الافوكادو يحتاج التفاح الاخضر الخس اللهانه الزلاطه هاي الوجبات بها الياف ومعادن وفيتامينات يحتاجها بدون ما راح تزيد وزنه. السكريات محسوبه لعنده المتزوج 9 فردات تمر على ما يصير عنده القدره الجنسيه والاعزب نقدر نعطيه كافيه 3 حبات او 5 كافيه عليه موزه بس وحده. عصير طبيعي بدون سكر او يستخدم السكرين. وايضا قبل التمرين يحتاج سمك تونه او سمك فيليه او روبيان او سمك السلمون مو ازيد من 300 غرام. الكارب اكو نظيفه لعده كارديو عالي يحتاج كارب لان الكارب هو مصدر الطاقه. وايضا العشاء 300 غرام تكه دجاج اكو لاعب 400 غرام اكو 500 غرام الكارب يلغي بالليل وفقط زلاطه والتفاح الاخضر. هاي الوجبات اللي يحتاجها اللاعب. وايضا الاغذيه الرياضيه مالته بين الايزو عضل صافي وبين الدايت واي يحتاج حوارق الدهون اكو لاعب نكتب له 3 انواع او نوعين او نوع واحد حسب نوع السمنه السي ال اي والاير كارنتين والفات بيرنال من منتجات شركه زيونا جروب. وان شاء الله دوام الصحه لكم. طبعا اللاعب يحتاج الباور السمين والمتوسط والضعيف وان شاء الله برمضان ننزلكم ايضا جدول غذائي وتتمرن عضله واحده. اخوكم المدرب الدولي رياض ابو علي الصريبي وان شاء الله دوام الصحه للجميع واحلى رماش.